عليكم وأهلا بكم ومرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا كاملاتك لباس ومهنيين. قبل ما نبدأ إن شاء الله في المحاجية تاع اليوم وفي الحكاية بلوتو تاع اليوم، يعني نقول بعض الأخوات، يعني القصة اللي حكيتها البارح ويعني النصيحة اللي مديتها البارح، يعني لقيت لابروف تاع الهضرة ديالي كانت في الكومنتار. شحال من حكاية من نوع تاع الحكاية اللي حكيتها البارح، وهذا أكبر دليل على أنه هذه الظاهرة راهي تزعج بزاف ناس، وأنه لازم قلبنا يكون حنين على يعني الإنسان المريض. وكاين يعني البعض ماشي بزاف، يعني واحد زوج مشتركات بتتر، يعني مستمعات بلوتو، اللي قالوا بليك يعني كلي حسوا بلي كاني نهضر على الضيافة والناس ما ولاتش تحب الضيف. ونو الكلام اللي هضرته انا البارح ما عنده حتى معلقه مع الضيافه وصله الرحم. هذا ان شاء الله موضوع راح نهضر عليه، باسكو صله الرحم تانيك عندها يعني كيفاش نقولوا الواجبات ديالها، وعندها الطريقه كيفاش تندار بها. البارح هضرت على الانسان المريض واللي يكون يلاوي في المريض، كيفاش نتعاملوا معاه، لازم نروحوا نزوروه، لازم نونسوه، لازم نقولوا له الكلام الطيب، لازم نطلعوا له سي فولي المغال، بصح بلا ما نحرجوه، بلا ما نعيوه، بلا ما نكونوا تقال عليه. فقط هذا ما كان حبيت برك من الحكاية تاع البارح، أن قلبنا يكون حنين على هذه الفئة من الناس. وأكبر دليل أنه التعليقات والحكايات يعني لي فريمون سي فريمون توشان كوا، يعني وأنا حسيت بكل وحدة حكات على لوكات تاعها وعلى كيفاش يعني الإحساس لا يتحس به. هذه يا خواتاتي ديروا بيان في بالكم بليك قصصي وكلامي معاكم سي كوم سيك يعني نمد لكم يدي. اللي حبت تمد يدها ويعني تحاول انها تصلح من نفسها الله يبارك، واللي ما حبتش نورمال، باسكو كل واحد كيفاش يبرون لي شوز، وكل واحد راه مسؤول على نفسه. انا هنا نمد امثله فقط، نذكر روحي انا الاولى قبل فيكم كامله، هذه ذكرى ليا انا ومن بعد تكليكم انتوما. ربي ان شاء الله يهدينا. اليوم تاني الحكايه تاع اليوم تانيك مخصصة لكل فئة، الكبار وصغار، العبارة تاعها بلوتو مخصصة لكبارنا وصغارنا، لينا كاملة كيما رانا. المهم يحكو على واحد الملك نات صباح، لبسوا له حوايج شابين وحطوه فوق الفيل وداروا به كاع المدينة، كاملة المدينة بلوتو. كانوا يعني في العوايد ديالهم والقوانين تاعهم في هذيك البلدة أنهم كل سلطان يجي يقعد عام فقط يحكمهم ويتمتع بالخيارات تاع تموليك وتسلطين عام واحد، يولي يعيش ملك بمعنى الكلمة عام واحد، ومن بعد يدوه لوحد الجزيرة لي سي كوم سي كينفوه فيها، يعيش إلى الأبد في هذيك الجزيرة. هذا هو القانون اللي راهم دايرينو في هذيك يعني المملكة. إبا هذاك الملك خلاص العام ديالو دوروه سور ان اليفون في كامل المدينه باش يشوفها، وداوه في ان باتو يعني في بابور، وداوه لهذيك الجزيره. كي جاو موليين لقاو واحد يعني واحد البابور غرق، وواحد الشاب شاد في واحد الخشبه هكذايا ويحول يحوس كيفاش يسلك، رفدوه سلكوه وداوه يعني المملكه تاعهم. استكثر من خيرهم وكان يعني شكرهم وما لا تحاوروا يعني فيما بيناتهم، وديسيداو بليك يعني يحطوه هو ملك وراحوا يشاوروه. قالوا له فوالا واش تقول لو كان تكون يعني ملك السلطان يعني تاعنا تحكم فينا، وعندك يعني الاموال تاع الملك كامله راهي ليك، مي كاين شرط واحد، هذا هو القانون تاعنا، انك تكون سلطان يعني عام فقط، ومن بعد تروح لوحد الجزيره يعني نندو فيها كامله سلاطين اللي يحكموا عندنا. فرح كشي واحد يقولوا له واحد تكون سلطان وما يحبش، هذه حاجه باينه. اما لقى لهم مدابية ملي كان راح يموت وكان يصارع في الموت حتى المسيو ولا سلطان. اما لا واش نقول لكم، سلموا له كامل الاموال والخيارات، راكو تعرفوا السلاطن والملوك ما نحكي لكمش، والقصر ويعني والصلاحيات تاعو، ولا في دنيا واحد اخرى. ابدا ملاتي كيباشر الامورات ويشوف مع الوزراء تاعو. منا بعد وقت قصير بدا يخمم، يقول لك قال في نفسه لازم نروح نشوف هذه الجزيره اللي يحطوا فيها الملوك اللي يعني يحكموا الملك تاعهم عام فقط.
ملا امرهم باش يجيبوا له يعني السفينه هذيك، وقالهم ادوني نشوف يعني هذه الجزيره اللي كنت حطوا فيها هذه الاماره. هكذا كان الحال، راح معها يعني راحت مع الحاشيه تاعو وركب في السفينه وراح للجزيره يطلع عليها. هو الحق وهي حكمته الخلعه. وش من جزيره معمره غير بالوحوش، الشجر تاعها يعني نايضين هكذا كبرك، كي بدا يحوس فيها لقاها مهجوره ما فيهاش حياه، نخلع. وزيد اون بليس وهو يتمشى زاد لقى العظام. كي سقساهم يعني هادوك الملوك اللي جابوهم، الوحوش كلات لحمهم، ضرباتو خلعه كبيره، وعرف يعني المأزق اللي طاح فيه. وبدا يخمم، ولا يعني القصر تاعو. ومن هذاك النهار وهو يخمم يعني الموقف اللي تحط فيه، يسمى هاد الناس حطوه ملك يعيش سلطان وباك يروح يموت، عام تاع يعني معيشه الله الله وبعدها الموت. كي خمم مليح مع عمرو، عيط الوزير ديالو قال له جمع لي الصيادين تاع يعني يعني هاد المضرب كامله تاع هذيك المدينه كاملاتك، وجمع لي صنايعيه كاملاتك يعني اون سنتان ولا واحد المئة ولا 150 وجيبهم لي، وغدوه ان شاء الله قال لهم نرفدوا الرحال لهذيك الجزيره يعني نروحوا نسافروا ليها. هكذا كان الحال، على بالكم السلطان كي امر ورفد يعني. بعت الصيادين هذوك قال لهم صيدوا لي كامل الوحوش لهذه الجزيره، نقيوها لي كامله من الحيوانات يعني المفترسه. ما جاو يجوزوا ايامات حتى نقاو له كامل هذيك الجزيره من يعني الحيوانات المفترسه. ومن بعد حكم يعني المال اللي حطوه له في يده ما قعدش يتمولك ويعيش، على بالكم عيشت السلاطين كيفاش عيشت البذخ ولا يعني كما يقولوا احنا سيفولي التبذير بالبذخ. حكم هذيك لاصوم تاع دراهم اللي تحطت ما بين يده، وجاب يعني الصنايعيه كامله يزرعوا يديروا الحقول ينقوا الدنيا، وبنى بيت كبير ويعني جهزوا مدة هذاك العام كاملة هو ينفستي في هذيك الجزيرة. خمم لها مليح باش نهار اللي تخلص المدة تاعو يلقى يعني ما يلقاش روحو كيما الملوك اللي فاتوا، يعني كان المصير تاعهم الموت. بصح اون كونتر بارتي كان هاد الشيء على حساب المعيشة تاعو، عاش انسان بسيط ما لبسش اللبسة تاع الملوك وما عاش الماكلة يعني ما كلاش الماكلة تاع الملوك، عاش عادي يعني باش خبا وباش قدر يدير هذاك الشيء اللي دارو. اما لا نهار اللي الحق خلاص العام كي بداو يلبسوا فيه باش يحطوه في كيما العادة والعوايد فوق الفيل ويدوروا به يعني الدار الأخيرة في الملك ديالو، كان فرحان وعلى باله راهو رايح، ما كانش خايف وقلبه مكمش ولا نو، باسكو راهو وجد يعني المكان اللي راح يروح ليه. وهكا كان الحال، وهو متبسم وهو فرحان جاز ويلا سالوي يعني مدلهم كاملة تحية يعني أهل هذيك المدينة، وداوه الجزيرة وراح لقى جنة تمك كيما وجد لها باش يعيش عيشة هانية. رب الحيوانات رب الجاج، دار الجنين، دار البقر، دار يعني باش يعيش حياة كريمة. وش رايكم في هذه القصة؟ وش نستفادوا من هذه القصة؟ نورمال ما راكو كاملة فهمتوا باللي كيما يقولوا ناس الزمان اللي دار شبحوا ربحوا، ويقولوا ناس الزمان تاني كلي ما قرا الزمان الزمان عقوبة يطيح على راسه مكبوب. هذا الانسان ما صراتلوش كيما هذاك اللي يقول لك اللي ما يقرا الزمان عقوبه يطيح على راسه مكبوب، هذا قرا الزمان عقوبه. هاد يعني هاد الحكايه تنطبق على حالنا في الدنيا وحالنا في الاخره. يا هل ترى احنا وش وجدنا، وش كيفاش يعني نقصنا من حقنا ونقصنا من معيشتنا باش نوجدوا اليوم يعني اللي لا ريب فيه رايحين ليه تو او تار. هذا بالنسبة ليوم الآخر. أما لدنيتنا تانيك بالنسبة لأولادنا اللي راهم يقراو، وش نقول لكم؟
واش نقولوا نو زونفون؟ اسكو ديروا كيما هذا الملك اللي كان ذكي ونقص يعني من الرفاهيه ونقص من المعيشه تاعو اللي قادر كان قادر يعيش كيما عاشوا الملوك اللي قبله، بصح النهايه تاعهم كانت وخيمه، كانت الموت. عاشوا على بالكم السلاطن والملوك كيفاش يعيشوا بلا ما نحكوا، هو نو عاش انسان بسيط بورتو كان الملك في يده، وصبر 12 شهر باش العقوبه تاعو ما تكونش كيما اللي سبقوه. ما نقولوا نو زونفون، انتم تانيك تخدموا تري دور دركا، وبتاتخ تنقصكم فرصه تاع اللعب بزاف ولا كيما قال اخر رفاهيه بزاف وتضيع الوقت بزاف، باش ام بعدا تفرحوا وتريحوا. نقولوا تاني لطلبة العلم تاعنا اللي عندهم مده كبيره، على بالكم 5 سنين في البريمير وثلاث سنين في السوام واربع سنين بليتو في السوام باك ثلاث سنين في الليسي وباك سافوار 5 ans 7 ans pour les médecins وكثر اللي داروا سبيساليتي 10 ans. تعب، ايماجيني شحال من سنه هما يتعبوا، بصح ابري سي راحه. يعني الكلام يعني كان واضح والحديث قياس. هذه يا اخواتي ان شاء الله الحكايه تاع اليوم تكون عجبتكم، ونقول لكم كامله ربي يعني يبصرنا بعيوبنا وربي يهدينا وربي يفطننا ان شاء الله اللي فيه الخير لينا. ونقول تاني كالاخوات بالنسبه لي بتاتخ لي من داك يعني نحكي على حكايه من داك نجبد امثله وهما نحسهم كلي ال سو سونت فيزي، يحسوا روحهم. انا يا خواتاتي ما نعرفكمش كامله وما نهضر على حتى وحده، او كونترير انا نهضر في لي سوجي اللي قادرين تنبيه قادرين البعض انهم يستفادوا ويعني يتنبهوا. والذكرى راهي كاع على بالكم هذا الشيء وكاع على بالنا بهذا الشيء، بصح ديك دي فوا يعني الذكرى راهي تنفعنا، وانا الاولى فيكم نذكر نفسي ومن بعد نذكركم نتوما. هذه يا خواتاتي وما قاعد نقول لكم دركا غير تصبحوا بخير ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.